مشنقة معلقة أمام الباب المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، ترمز إلى سلسلة من الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية على العلن بحق ناشطين أحواز. يرى المتظاهرون هنا أن النظام الإيراني يقوم بارتكاب ممارسات قمع واعتقال وطمس للهوية العربية في منطقة الأحواز. جئنا هنا للمشاركة بهذه المظاهر التي عدت لها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والتي تندد بإرهاب دولة الاحتلال الفارسي بحق شعبنا العربي الأحوازي وأسراها القابعين في سجون الظلام. يخشى الناشطون الأحوازيون أن تكون قضيتهم قد سقطت بين ضيات الاتفاق النووي الإيراني، كما يرون أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيران لن تحرك ملف الأحواز قيد أنملة باتجاه حريتهم، ذلك على حد تعبير المتظاهرين. نحن كأحوازيين وأيضا كشعوب غير فارسية لا نتأمل الكثير من هذه الانتخابات. حقيقة لا توجد هنالك تيارات في إيران، وإنما كلهم تيار واحد ويؤمنون بولاية الفقيه، وكلهم لا يؤمنون بحقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة، ويذهب روحاني أو يأتي خاتمي أو رفسنجاني، كلهم سواسية تجاه الشعوب الغير فارسية، تجاه الشعب الأحوازي، يمارسون الاضطهاد والتنكيل ولا يؤمنون بحقوق هذه الشعوب ولا يؤمنون بوجودها أصلا. يذكر أن المظاهرة قد شهدت دعماً ومشاركة كبيرة من قبل ناشطين سوريين جاءوا لمشاركة الأحواز همهم ولمطالبة إيران بوقف تدخلها العسكري والسياسي في سوريا. تعتبر مظاهرة اليوم واحدة من سلسلة مظاهرات قام بها الأحواز في عدة عواصم أوروبية، يحاولون من خلالها إيصال صوتهم إلى هذه الدول الأوروبية والعالم أجمع. لتلفزيون أورينت نيوز، إبراهيم مهنا من أمام مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم.